الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء على إرادة إفريقية خالصة تجسد مبدأنا الراسخ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، فهي تتمتع باستقلالية في عملها ولا تخضع لتدخلات من داخل أو خارج القارة. هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي 33 التي انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يومي 8 و9 من فبراير الجاري تحت شعار إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا. واستعرض الرئيس السيسي في كلمته الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد وما تم من اجتماعات إفريقية سواء في مصر أو في دول القارة، وكذلك عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطريق الإفريقية التي تم تدشينها خلال العام الماضي، وقدم مقترح استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسؤوليات مصر تجاه القارة وإيمانا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية. ودعا رئيس الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة، وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الفنية للدفاع على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت. كما سلم رئاسة الاتحاد الإفريقي لرئيس جنوب إفريقيا لعام 2020. أصحاب الجلالة والفخامة والمعالي، شعوب قارتنا الإفريقية العظيمة، تعتز مصر بتمثيل إفريقيا وتضع نصب عيونها كعهدها دائما مصالح شعوب القارة وتطلعاتهم. من هنا فلقد حرصت على المشاركة في جميع المحافل الدولية التي اختصت بإفريقيا، بدءا من الجمعية العامة للأمم المتحدة مرورا بقمتي مجموعة 7 ومجموعة 20، ووصولا لقمم واجتماعات المشاركات الاستراتيجية المتنوعة مع كل من اليابان وروسيا وألمانيا وبريطانيا، حاملا على عاتقي شواغل وأمال شعوب القارة السمراء في الحياة الكريمة والحصول على حقها في التنمية المستدامة. ومن جانبه أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولية، معربا عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة. والتقى رئيس السيسي على هامش القمة بعدد من المسؤولين، وتم مناقشة آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط. إسراء سعد، آخر النهار. أهلا بحضراتكم. الحقيقة أنه المشاركة المصرية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا في العاصمة الإثيوبية كانت مشاركة مهمة لأكثر من سبب. السبب الأول أن كان فيها حالة تسليم وتسلم، خلصت رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في الدورة السابقة اللي استمرت على مدار عام 2019 بالكامل، وسلم الرئيس رئاسة الدورة إلى الدولة الجديدة التي أصبحت رئيسة الدورة وهي الجنوب أفريقيا. بخلاف التسليم والتسلم، كان كمان اللقاءات الثنائية على هامش القمة اللي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزعماء الأفارقة ورؤساء الحكومات الأفريقية في منتهى الأهمية لتبادل الملفات المختلفة وزيادة أواصر التعاون المشترك، بالإضافة كمان إلى فكرة الود والاتصال المستمر اللي مصر بقت حريصة عليه مع كل دول القارة الأفريقية بلا استثناء. رقم 3، كانت مشاركة مهمة كمان لأنها رصدت كم الجهد اللي بذل في الاتحاد الافريقي على مدار السنة اللي فاتت. مش عايز اقول عشان ما يبقاش تحيز، يعني رغم ان التحيز هنا مطلوب، لكن بصراحة رئاسة مصر كانت فارقة، كانت علامة فارقة في النشاط والزخم والتنمية والمشروعات والافكار والمبادرات والتحول النوعي كمان اللي حصل في العلاقات الافريقية. الاتحاد الافريقي السنوات اللي فاتت تحس ان هو ماشي، بس ماشي بشكل روتيني، اهو ماشي وخلاص وبينعقد وخلاص ولجانه شغالة وخلاص، لكن ايه المردود؟ النتاج كان قليل السنة اللي فاتت، وبسبب هذا الزخم وهذا الدعم
والقيادة الحكيمة لمصر للاتحاد الأفريقي الحقيقة يعني، ولجانه والمكتب التمثيلي بتاع الاتحاد الأفريقي الحقيقة في شغل حقيقي بان، سواء من خلال المؤتمرات المهمة اللي حصلت زي مؤتمرات اليابان وأفريقيا وروسيا وأفريقيا وفرنسا وأفريقيا وبريطانيا وأفريقيا، أو على مستوى العمل الأفريقي المشترك في منطقة التجارة الحرة وتسهيل التنقل ما بين السلع والبضائع، بالإضافة إلى مشاكل كتير قارية وداخلية كانت ما بين الشعوب الأفريقية والحكومات الأفريقية ساهم الاتحاد الأفريقي في حلها، وفي كلام عن تأسيس مبادرات هتحصل خلال السنوات القادمة إن شاء الله، لبنتها الأولى حصلت في السنة اللي فاتت. فالحقيقة رئاسة مصر رئاسة كانت محمودة، وأكثر من مدحها هو رئيس جنوب أفريقيا اللي في كلمته اللي بيتسلم فيها رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي قال أنا مهمتي صعبة، قال كده في الكلمة بتاعته، قال أنا مهمتي صعبة جدا جدا لأن أنا بستلم الراية من دولة كبيرة بحجم مصر ومن شخص اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الكثير والكثير والكثير للاتحاد الأفريقي على مدار عام كامل مما يستحق كل الثناء والشكر والتقدير. وبالمناسبة بعد الفاصل عندي فقرة كاملة عن الاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية والتنمية، وهي فقرة مختلفة مش هنستضيف فيها كما يفعل الباقيين يعني مجرد مجموعة من المحللين يتكلموا عن دور مصر، لا احنا هنستضيف أهل البيت أصحاب القصة، هنستضيف أفارقة يكلمونا عن المشاكل التي يجب حلها وماذا يمكن أن يضيف الاتحاد الأفريقي خلال السنوات القادمة للتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. بسرعة كمان عشان الوقت بيجري، مش هقول الدولار بينزل، هقول لكم الجنيه بيطلع، وفي فرق كبير قوي ان انت تشوف الحاجة صح. هو الدولار حقيقي ما بينزلش، الدولار ثابت في كل دول العالم، بس عشان قوة الجنيه بتاعك هي اللي بتزيد فيبدو ان الدولار بينزل قدامه، لكن حقيقة الامر كما يجب ان تراها ان الجنيه المصري يرتفع وتزداد قوته في مواجهة العملات الاخرى. النهاردة الجنيه ارتفع 3 قروش في مواجهة الدولار اخر اقفال للبنك المصرفي والبنوك المصرية في معاملة الجنيه والدولار النهاردة، انه الدولار قافل على 15 جنيه 67 قرش، 15 جنيه 67 قرش، ولسه الكلام بتاعنا على انه الاخضر والبعبع خلاص ما بقاش بعبع، ان شاء الله هيرجع الى مستوياته الطبيعية كل ما انت تتعافى واقتصادك يبقى قوي واحتياطيك من النقد الاجنبي يبقى كبير والوافر او الوفر من العملات الاجنبية جوه البنوك المصرية والتعامل فيها سواء ايداعا او قرضا موجود ومتوفر وبسهولة، ايداعات وتحويلات المصريين المغتربين في الخارج شغالة، دخل قناة السويس والسياحة شغالين، قول يا رب قول يا رب. وانا زي كلمتي اللي بقولها طول الوقت لاصحابي حتى في احلك الظروف بقول لهم دايما والله هترق وتحلى. نلتقي بعد الفاصل.